سلام سلام، السلام عليكم. جيتكم بعد يا رشمة، هنشارك معكم طريقة نشمو بها هاد الفونتا المشوارة. طبعا راح نحتاجو أدوات هندسية، منها المسطرة، مسطرة بيروكي، والقلم، والورق المرشمو عليه، والورق المقوى، والورق الشفاف. نعينو فوق الورق التانا زاوية قائمة في كل ضلع، نديرو 30 سنتيمتر، ونروحو للزاوية الأخرى نكملوهم زاوية قائمة، يجينا مربع في 30 على 30 سنتيمتر. نعين نقطة داخل هذاك المربع 1 سنتيمتر، ونعين شكل المربع الثاني الداخل، أضلع كامل نرتمها حتى يولي عندي مربع الداخل. وبعدها فوق هذوك الأضلاع نعين 5 سنتيمتر من الطرف للطرف، نديرو 5 من جهة منا وجهة الأخرى، ما بين كل نقطة اللي مقابلتها ختم التقييم في جميع 4 أضلاع، ونتحطلو في كل 4 زوايا مربعة متساوي الأضلاع 5 على 5 سنتيمتر بهذا الشكل. وبعدها نختار الزاوية، نعين فيها 10 سنتيمتر من جهة اليمنى ومن جهة اليسرى 10 على 10 سنتيمتر، ونديرو لداخل نقاط ما بين الخط والنقطة 1.5 سنتيمتر. نعين الزاوية بهذا الشكل فوق هذاك النقاط، نجيبو مسطرة البيروكي ونعينو هذاك الخط المنحني، يشكلنا شكل قلب هذاك الخط 1.5 سنتيمتر، ونشكلو الخط المنحني اللي تحتها متساوي حتى نكملو منتصف. ومن بعد نجيبو المسطرة تاعنا، نسطرو من النقطة تاع المربع الفوق حتى النقطة لتحتها خط مستقيم، ها نعينو فوق هذاك الخط 7 سنتيمتر فوق هذيك النقطة بالمسطرة تاع البيروكي، نشكلو هذاك المنحنى تاع القلب، وهذاك الخط اللي تحته دائما يبقى ما بين الخط والخط 1.5 سنتيمتر. نجيبو ورق الشفاف تاعنا، نطراطيو هذاك تاع القلب، ونعاودو نقلبوه من جهة اليمنى باش يجينا قلب متساوي. هذا هو الشكل تاع القلب اللي تحط الناري. ومن بعد نجيبو ورق مقوى ونعينو فيها مربع في 7 سنتيمتر على 7 سنتيمتر، بنرسمو هذاك الموتيف اللي فوق القلب ونوفره. بعد ما رسمنا المربع تاعنا، نعينو خط ما بين الزاوية الفوقانية والزاوية التحتانية بهذا الشكل، نحاول نرسم جزء من الورقة بشكل متساوي، نخلي ما بين الشكل الداخلي والخارجي 1 سنتيمتر، ونعين انحراف تاع الورقة، نهبطو 7 سنتيمتر، ونعينو نقطة، هذيك النقطة هي النقطة تاع بداية تاع الكور. نجيبو ورق الشفاف تاعنا ونحطو هذاك الكور تاعنا في المنطقة حيث عندنا باش نشكلو الورقة بطريقة صحيحة، نشكلو هذيك الورقة ونقلوها كلا الطرفين بشكل متساوي بهذا الشكل. على شكل الموتيف تاعنا بشكل متساوي، نعاودو نقلو فوق الكور الورقة الشفاف. كانت هنا هذه النهاية تاع هذه المشوارة، هذا هو الشكل تاع الرسمة تاع المشوارة تاعنا. نروحو للفونتاج، نعينو هنايا فوق الورقة تاعنا خط مستقيم، ونزيدو نطلعو بجوج سنتيمتر، ونعينو خط واحد اخر باش نبداو نحطو في الفونتاج تاعنا، ونحكموها بلي ديبان كامل. انا هنايا بعد ما حكمتها كامل، شوفوا تلاحظوا بلي ماهيش نت دائره، جايه دائره ومنحينها هذيك شويه، تجينا شويه كبيره، زدت هبطت ب 4 سنتيمتر ما بين الدونتيل وهذا يا الخط لاني حنرسمه، خليت 4 سنتيمتر. ذاك الخط حددته كامل بالقلم، ها
وضعها. هذا الخط هبط 20 سنتيمتر وعينت النقطة تاعي باش ندير انحراف تاع من تحت، خليت 20 سنتيمتر، حبيتها تجيني عريضة. هنايا حاولوا تجيبوها بطريقة صحيحة، احتبوا من الخط الفوقاني هذاك اللي حددته 20 سنتيمتر، بديكم خط متساوي ما تعوجلكم. كملت هذا الشكل، نجيبو من الطارة هذاك الخط تاع 20 سنتيمتر ونقطمو بأشكال متتالية. النقطة الأولى 1.5 النقطة تاعنا، وبعدها 5 سنتيمتر ونقطمو النقطة تاعنا، وبعدها 7 سنتيمتر، ويبقى لنا 5 سنتيمتر نعملو نقطة، و1.5 سنتيمتر اللي تبقى لنا من تحت. نحاولو ندورو من جهة أخرى نعينو نفس النقاط، ونحدو المنتصف تاع البونساي بشكل هكذا متساوي، ونعينو النقاط باش كي نبداو نرسمو في الخطوط ما يعوجناش. حاولو تخرجوها بهذا الشكل. أنا هنا يعني كيما ترسمتها، الطيف تاع الورقة تاعنا نحطوه، ننقلوه بالورق الشفاف ونحطوه في هذيك الزاوية تاع 7 سنتيمتر. هذيك الحاشية اللي فيها 7 سنتيمتر حنشكلو فيها الموتيف، والمربع اللي يكون فيه 5 على 5 سنتيمتر. أنا هنايا أني حابة نزيد خط، نرسم خط بما متجينيش هذيك الورقة فوق هذاك الخط، نخلي مسافة ما بين الخط والموتيف تاع الورقة، ونبداو نشكلو في الموتيف تاعنا. إذا كانت عندكم شوية زيادة ولا نقصان ولا انتوما حاولوا كيفاش تزيدوها، ماشي تكون مسافة كبيرة بزاف، وأهم حاجة لازم تكون بشكل متساوي. أنا هنا يعني كملت الرسمة تاعي، هذا هو الحجاب اللي زدتو باش خرجت لي البونتاي بشكل كبير. أنا بقى نقولكم على خير، أتهلا في رواحكم، نتمنى لكم الصحة والعافية. يا سلام، بلا ما تنساو اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى ما يوصلكم كل ما هو جديد. سلام. سلام 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 عليكم، يوم جيتكم بهذه الرسمة هنشارك معكم الطريقة نرسمو بها هذه الفونتاج والمشوارة. طبعا راح نحتاجو أدوات هندسية، منها المسطرة، مسطرة بيروكي، والقلم، والورق اللي نرسمو عليه، والورق المقوى، والورق الشفاف. نعينو فوق الورق تاعنا زاوية قائمة في كل ضلع، نديرو 30 سنتيمتر، ونروحو للزاوية الأخرى نكملوهم زاوية قائمة، يجينا مربع في 30 على 30 سنتيمتر. نعين نقطة داخل هذاك المربع 1 سنتيمتر، ونعين شكل المربع الثاني الداخل، أضلع كامل نرسمها حتى يولي عندي مربع الداخل. وبعدها فوق هذوك الأضلاع نعين 5 سنتيمتر من الطرف للطرف، نديرو 5 من جهة منا والجهة الأخرى، ما بين كل نقطة اللي مقابلتها خط مستقيم في جميع 4 أضلاع، نتحطلو في كل 4 زوايا مربع متساوي الأضلاع 5 على 5 سنتيمتر هذا الشكل. وبعدها نختار الزاوية، نعين فيها 10 سنتيمتر من جهة اليمنى ومن جهة اليسرى 10 على 10 سنتيمتر، ونديرو لداخل نقاط ما بين الخط والنقطة 1.5 سنتيمتر. نعين زاوية بهذا الشكل فوق هذاك النقاط، نجيبو مطاط البيروكي ونعينو هذاك الخط المنحني، نشكلنا شكل قلب هذاك الخط 1.5 سنتيمتر، ونشكلو الخط المنحني لي تحتها متساوي حتى نكملو منتصف. ومن بعد نجيبو المسطرة تاعنا، نسطرو من النقطة تاع المربع الفوق حتى النقطة لتحتها بخط مستقيم. ها نعينو فوق هذاك الخط 7 سنتيمتر، فوق هذيك النقطة بالمسطرة تاع البيروكي نشكلو هذاك المنحنى تاع القلب، وهذاك الخط اللي تحته دائما يبقى ما بين الخط والخط 1.5 سنتيمتر. نجيبو ورق الشفاف تاعنا
نترطب هذاك تاع القلب ونعود نقلبوه من جهة اليمنى باش يجينا قلب متتابي. هذا هو الشكل تاع القلب اللي تحط الناري. ومن بعد نجيبو ورق مقوى ونعينو فيها مربع فيه 7 سنتيمتر على 7 سنتيمتر باش نرسمو هذاك الموتيف اللي فوق القلب ونعود فراغ. بعد ما رسمنا المربع تاعنا نعينو خط ما بين الزاوية الفوقانية والزاوية التحتانية بهذا الشكل. نحاول نرقم جزء من الورقة بشكل متساوي، نخلي ما بين الشكل الداخلي والخارجي 1 سنتيمتر ونعين الانحراف تاع الورقة. نهبطو 7 سنتيمتر ونعينو نقطة. هذه النقطة هي النقطة تاع بداية تاع الكوغ. نجيبو ورق الشفاف تاعنا ونحطو هذاك الكوغ تاعنا في المنتصف حيث عدنا باش نشكلو الورقة بطريقة صحيحة. نشكلو هذيك الورقة ونقلوها كلا الطرفين بشكل متساوي هذا الشكل. على شكل الموتيف تاعنا بشكل متساوي نعاودو نقلو فوق الكوغ الورقة الشفاف. كانت هنا هذه النهاية تاع هذه المشوارة. هذا هو الشكل تاع الرسمة تاع المشورة تاعنا. نروحو للفانتاي، نعينو هنايا فوق الورقة تاعنا خط مستقيم ونزيدو نطلعو بجوج سنتيمتر ونعينو خط واحد اخر باش نبداو نحطو في الفانتاي تاعنا ونحكموها بالديبان كامل. انا هنايا بعد ما حكمتها كامل شوفوا تلاحظوا بلي ماهيش نت دائرة، جاية دائرة ومنحينها هذيك شوية تجينا شوية كبيرة. زدت هبطت بربعة سنتيمتر ما بين دونتيل وهذا يا الخط لاني حنرطمو، خليت 4 سنتيمتر. ذاك الخط حددته كامل بالقلم او ظهر. هذا الخط هبطت 20 سنتيمتر وعينت النقطة تاعي باش ندير الانحراف تاع من تحت، خليت 20 سنتيمتر حبيتها تجيني عريضة. هنايا حاولوا تجيبوها بطريقة صحيحة، احسبوا من الخط الفوقاني هذاك اللي حددتو 20 سنتيمتر بديكم بخط متساوي ما تعوجلكم. كملت هذا الشكل، نجيبو النطارة هذاك الخط 20 سنتيمتر ونقسمو بأشكال متساوية. النقطة الأولى 1.5 سنتيمتر النقطة تاعنا، وبعدها 5 سنتيمتر ونرسمو النقطة تاعنا، وبعدها 7 سنتيمتر ويبقى لنا 5 سنتيمتر نعينو نقطة و1.5 سنتيمتر اللي تبقى لنا من تحت. نحاولو نديرو من جهة أخرى نعينو نفس النقاط ونحدو المنتصف تاع الفونتاي بشكل هكذا متساوي ونعينو النقاط باش كي نبداو نرسمو في الخطوط ما يعوجناش. حاولوا تخرجوها بهذا الشكل. انا هنا يعني كما ترشمتها نضيف تاع الورقه تاعنا ونحطوه ننقلوه بالورق الشفاف ونحطوه في هذيك الزاويه تاع 7 سنتيمتر. هذيك الحاشيه اللي فيها 7 سنتيمتر حنشكلوا فيها الموتيف والمربع اللي يكون فيه 5 على 5 سنتيمتر. انا هنايا اني حابه نزيد خط، نرسم خط باه ما تجينيش هذيك الورقة فوق هذاك الخط. نخلي مسافة ما بين الخط والموتيف تاع الورقة ونبداو نشكلو في الموتيف تاعنا. إذا كانت عندكم شوية زيادة ولا نقصان ولا نتوما حاولوا كيفاش تزيدوها، ماشي تكون مسافة كبيرة بزاف. وأهم حاجة لازم تكون بشكل متساوي. أنا هنا يعني كملت الرسمة تاعي. هذا هو الحساب زدتو باش خرجت لي الفونتاي بشكل كبير. انا بقى نقولكم على خير، اتهلا في رواحكم، نتمنى لكم الصحة والعافية. يا سلام. بلا ما تنساو اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس حتى ما يوصلكم كل ما هو جديد. سلام.